قد يأتي الموت فجأة دون سابق إنذار ودون أسباب، يأخذ منا الأحباب ويفرق الجماعات، ويهدم اللذات ويخيم على قلوبنا الأحزان. فالنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، فلا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. وكأن أحدهم لسان حاله يقول: فكيف سأقابل ربي عز وجل وتصعد روحي، وكيف سأعيش في هذا القبر المظلم إلى يوم القيامة؟ بل كيف سأرى ملك الموت؟ فهل سيبيض وجهي أم يسود؟ فماذا يحدث في جسدي؟ ومتى يتم تغسيلي وتكفيني ودفني؟ وكيف آتي الموت وأنا في غفلة؟ بل وكيف أتى الموت وأنا في غفلة؟ فالإنسان تبدأ حياته بنطفة وتنتهي تحت التراب، وعندما يموت الإنسان ويوضع في قبره تبدأ حياة البرزخ، وحياة البرزخ هي الحياة الأخرى التي يعيشها كل إنسان بعد الحياة الدنيا، إلى أن يحين أمر الله عز وجل وأجله الذي أجله، وتقوم الساعة بأمره وإذنه سبحانه جل في علاه. وحينها ينتقل أهل القبور من مرحلة البرزخ إلى مرحلة أخرى هي مرحلة العرض والحساب والذهاب إلى الجنة أو النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار.